الصحي بعد تمادى الإصابة الأسدية في محاولة اقتحام حي برزة والسيطرة على بعض الأجزاء منه، سنقوم بإذن الله مع الأخوة المجاهدين في محاولة وستنجح بإذن الله باقتحام هذه المقرات التي هي على بعد أمتار قليلة من هنا. وبإذن الله بهمة وعزيمة الشباب وبعون الله تعالى سوف يتحقق النصر على أيدي المجاهدين بإذن واحد أحد. بإذن الله. ذخيرة معنا بإذن الله، سلاحنا معنا، صحيح سلاح خفيف ومو نوعي يعني، بس الحمد لله نحن رجعناهم كثير ومن رجعنا هي المرة بإذن الله. ونتحدى تحدي بإذن الله إنه رح يرجع اليوم، رح نتحرن لورا لحدود مشفى تشرين بإذن واحد أحد. إن شاء الله. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! النصر بالسلاح وخفته وثقله ولا بيشو؟ الكلام من عند الله يعني، بس سلاحنا خفيف. بإذن الله أنا من هنيك عم لاحظ إن شاء الله نحن هاي كثرة الشباب وكثرة السلاح هاي بأرض المعركة صدقني ما لها فعالية. بإذن الله هو النصر من عند الله سبحانه وتعالى، بعدين بهمة الشباب ومن ثم السلاح. بإذن الله هو النصر من عند الله والحمد لله. بإذن الله اليقين على وجود الشباب كلياتها والهمة لفوق السيخاي بإذن الله. إن شاء الله الشباب كلهم تعالى يا رب يا رب إن شاء الله. إن اللغة إيه إن الفوتو معناه وين شوفتو صرف الحاول أول ورد على السريع قبل ما يقطع ولو خليه يجيبه مع عدة إسعاف على السريع يروح ليكون هون صوب صوب تبعنا جرى يلا بسم الله يلا 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 الله أكبر الله أكبر هذا ال 14 تبعنا Thank you.
استنى علينا تاخذ شوية حصى حوشتها بس على المتراسة 100%. حط دوشكا من تحت ودوشكا من فوق. يلا حط واحدين فوق واحدين من تحت. ليش بدنا نساوي؟ شوف هلا هاي الدخنة تعمي عليهم ما بقى يشوفوك بس تقطع ما راح نحسن نحط شغلات. احنا وين نقطعها؟ هلا لا تعال لا شوف سقطانة على البوم سقطانة على الطراف نفتح من هدي ومن هامي. صحيح انت لا تشوف انت على طرف ابو دي ما احسن راح طلع لفوق يلا 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 وراه بعد والله وين قاعدين بعد لي خلاص كيكو بس حط لي فوق ادرس لي فرش لي اياه بشيلة طب وجهه وجهه لجوا اه وجهه كيف ترسل وجهه هاك تركو بس ترسل اياه بدك لسه هاك شيطاني الله اكبر الله اكبر